سلام. اليوم من خلال هاي الفقرة راح أحكي لكم عن الخيانة الزوجية، وراح أحاول أختصر الموضوع بثلاث أربع دقائق. أنا أعرف الموضوع مو مال الاختصار بتفاصيل هواية، ولكن راح أحاول قدر المستطاع أن أوصل لكم الفكرة. إحنا كبرنا بمجتمع عربي عندنا بالنسبة أن هذا موضوع الخيانة كأنه أنت قتلت شخص، وهذا شيء طبيعي جدا كون انه احنا عاطفتنا هي اللي تتحكم بينا وهي اللي مسيطرة علينا بخصوص هذا الموضوع، وكون انه فعلا الخيانة هي ايضا تمس المشاعر بدرجة عميقة جدا وتسبب الآلام للشخص بطريقة جدا مزعجة. الخيانة الزوجية أسبابها هواية، في علم النفس فسروا الأسباب كثيرة، واحدة منها انتقام. ممكن يكون أحد الشركاء خان في فترة ما والشخص الثاني يريد ينتقم. ممكن يكون فقدان سيطرة في المنزل، ما عنده سيطرة في المنزل فيريد برا يتباهى قدام أصدقاء أن هو بعد مسيطر، أو عنده نوع من التمرد فيريد يعيش هاي الحياة. أكو بعض من الأشخاص يفتقدون الشغف والمشاعر الحلوة في العلاقة الزوجية فيطلع يدور على هاي الشغلات خارج المنزل. أكو بعض الأشخاص عندهم مشاكل عالقة من زمان ما قدروا يحلوها، أو ماكو لغة حوار بيناتهم أصلاً، فاختصاراً أو ما يعرف شلون يتواصل ويا الشريك فيلتجئ إلى الخيانة. أكو بعض الناس ما عندهم حب لنفسهم، ما عندهم اكتفاء ذاتي نهائياً، فيقومون من علاقة إلى أخرى من علاقة إلى أخرى، يأخذ بهاي العلاقة الاهتمام الكافي، بعدين ينتقل إلى العلاقة الثانية ويأخذ الاهتمام وبعدين يترك و إلى آخره، يعني هو نفسه ما يحب نفسه كفاية، ما عنده اكتفاء ذاتي بينه وبين نفسه، فيدور على هذا الشيء خارج إطار العلاقة الزوجية وخارج نفسه همينه أيضا. الموضوع باختصار، أي شخص يرتكب أي غلط أخلاقي يسبب جرح أو يؤذي الشخص المقابل هو غياب النزاهة. النزاهة يعني غياب الانضباط. إذا أنت ما عندك نزاهة في علاقتك الزوجية ما رح يكون عندك نزاهة بالتعامل مع أصدقائك بالعمل، مع أصدقائك في العلاقات الاجتماعية، مع كل محيطك ودائرتك وحياتك بشكل عام، لأنه أنت تفتقد النزاهة في هاي الحالة، في حالة الخيانة. احنا ممكن نتأذى لأنه مثلا الشريك كسر وعد من وعود العلاقة الزوجية، أو اهتزت الثقة، أو أنت نظرتك لهذا الشخص كون أنه أنت تشوفه فتشي كلش حلو فتشي كلش واو سوى شيء غلط، فأنت نظرتك إليه تأثرت بشكل كلش كبير. أكو بعض الأزواج يسامحون وينطون فرصة، أكو بعض الأزواج ما يقدرون يسامحون، عندهم مثلا مبدأ معين أو قناعة معينة أن هم ما يقدرون يتعايشون ويا هاي الحالة وما يقدرون يسامحون الشخص المقابل فيضطرون إلى الانفصال. فأنت اللي تقرر تسامح أو لا، لكن في حال المسامحة وسامحت الشخص الشريك وطيته فرصة، لازم تعرف كل الزين أنه من بعد السماح الكتاب راح ينسد، الصفحة راح تنقلب، الكتاب راح ينسد، ماكو رجعة نهائيا، لا عتاب لا ملامة لا أذكر بالماضي وأعيش حالات بائسة وأبقى أعاني، لا. في لحظة أنك تسامحت وانطيت فرصة انتهى الموضوع، نسد الكتاب ونبدي صفحة جديدة تماما كأنه ما صار شيء. فالقرار يرجع إليك، تسامح أو لا بيك.